أيام العيب فلمن صارت هذيج الفزعة يا حيرة ربات الخجر من تنجبر عالطلعة علام خيم العيب فلمن صارت هذيج الفزعة يا حيرة ربات الخجر من تنجبر عالطلعة مكور حزن طلعة جريح ما عدها غير الدمعة عمري الخدر شاب وكبر بس أهل صوت تسمع بس أهل صوت تسمع ريج العطش ذابح حلا فرغة دي من كافلة والمال عرفة ويا الفلا والمال عرفة ويا الفلا ريج العطش ذابح حلا فرغة دي من كافلة والمال عرفة ويا الفلا والمال عرفة ويا الفلا ما راكضي ويركض غصب وما راكضي ويركض غصب جد ما يتعثر بالغرب ومراكضي ويركض غصوب جد ما يتعثر بالتروب جد ما يتعثر بالتروب بعد يا لي العقب وحسين ينباس بعد يا لي بعد يا لي العقب وحسين ينباس وطول الليل سكت باليتيمات غريب بقيت واحرس بالغريب يا ابو الحملات الحقني يا ابو الحملات شراح يصير شراح يصير قبل لا نركب ونوق الهزيل نار وظهر من تنجب تختار وحدة المنهين بنات العفاف الطشرة مكسورة وتلب لمهين نار وكلت كل الخيام ويا خيام تسترهين نار وكلت كل الخيام ويا خيام تسترهين ما كافي شريد الزمن خيمة أصبحت تجمعهين ما كافي شريد الوقت ما كافي شريد الدهر خيمة أصبحت تجمع حين كف يا ظهور عني الخدر كف يا ظهور عني الخدر مالك عريف ويا الستر اذبح ضواك اش منتظر اذبح ضواك اش منتظر كف يا خدر كف يا ظهور عني الخدر مالك عريف ويا الستر اذبح ضواك اش تنتظر اذبح ضواك اش تنتظر
ذني بنات أم الحسن جروح وغدا يتلاوع ذني بنات أم الحسن جروح وغدا يتلاوع جروح وغدا يتلاوع هلي ما قصر بيهم شيمهم هلي ما قصر بيهم شيمهم وعجب ما فزع وين أخوة حرامهم أناديهم وحشمهم باسمهم بل جاوبونا وهم ميتين ينقض دمعهم بحجي اسمع الحكي الاولى ينقض دمعهم بحجي الجنة قبل ما يوبا يتقابل جرح بجرح جروح وغدا متعوبة وصار يعيط شل الستر والله وعفو المحشومة وجدام عفة بيا وكت بين الغروب ملقولات وجدام عفة بيا وكت بين الغروب ملقولات دفنا بجيهن بالحق دفنا بجيهن بالجريح عازت أهل لما انتشح وحدة هنيش قد تنذبح وحدة هنيش قد تنذبح دفنا بجيهن بالجريح عازت أهل لما انتشح وحدة هنيش قد تنذبح وحدة هنيش قد تنذبح بيشي الغريبة تنتخي أحايا تشيل مات يا هلي بيشي الغريبة تنتخي أحايا تشيل مات يا هلي إيدك على صدرك حلوة أحايا تشيل مات يا هلي الناس يمشي الدلو طاحت نخاتكم وانا حرتكم ولدت وبخاتكم الناس يمشي الدلو طاحت نخاتكم وانا حرتكم ولدت وبخاتكم ترى العناق عمتكم وخيتكم ترى العناق عمتكم وخيتكم يا هلي وما ظن بهاي راضي يا هلي وما يا تراب وعروف يا جدم يركض عليك بعفة يا تراب وعروف يا جدم يركض عليك بعفة مين صارت ويا بعد شتفيد قل لي الوسفة بعد
خادم الحسين أبو أحمد الخيقاني. الوصفة بعد ما يا تراب عروف يا جدم يركض عليك بعفة من صارت ويا هبع شتفيد قلي الوسفة عين الضوى وشخص الخدر لا ما إله بيعرفة من يطلع عليه الضوى هاي الثقيلة وكلفة من يطلع عليه هاي الثقيلة وكلفة من كل شي شوش أح الوفا والوقت للشام الصفا والخدر كان ما ينشفا والخدر من كل شي شوش شح الوفا والوقت للشام الصفا والخدر كان ما ينشفا والخدر كان ما ينشفا وبيا جريح ننهي الحكي وراح الحسين يشتر تجي سير راح وكل شراء ولا يا يا ولا ولا يا يا ترى عتبت يطر قلب الصخار طار ترى عتبت يطر قلب الصخر طار وهذا صار من الله مقدر نظل احنا عرايك سوم عالبار نظل احنا عرايك سوم بالبار وانت ويا الغروب وحدك تضل وانت ويا الغروب ويا الغروب ما تهزك هاي الحجاية ما ترتجي غير الدرب اللي ياخذها قوة والمن ايدك على صدر ترتجي غير الدرب اللي ياخذها قوة والمن حيرة ربيبات الخدر وبلاية هالهن يمشن وشلون بجروح اليسر وش ياخذ شي خلن كل هذا واللي يجن بعد شذكر اللوعة عاف سليم 18 ياهو اللي ما ميت عطش لا يجفن وبلا نعش عاف سليم 18 ياهو اللي ما ميت عطش لا يجفن وبلا نعش ديرة شماته من الحدار الديرة شماته من الحدار ضعن الخدر حال انكسار صحيت هنا يا أهلي أهلي الحمية يا أخوات ما اخذوني سبيل انطب اللي يقدر ينطب خير هنا يا اهلي اهلي الحميه يا اخوات
الحرم أخوة فاطمة ماكو هنا يا هنا يا أهلي يا أهل الحمية يا أخوة فاطمة خذان سبية هنا يا أهلي لا وصلكم خبر مني فيكم لا يرد ويخيب ظني اخذوا اثر درب ونشدوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي